انهيار بيت قديم بحي قيسة بلدية بوسعادة دائرة بوسعادة، حيث تم إجلاء امرأة تبلغ من العمر حوالي 43 سنة، وهي في حالة جد حرجة جدا، أين تم تأكيد وفاتها على مستوى مستشفى بوسعادة. وكذلك تم الحمد لله تم إنقاذ شخص يبلغ من عمر حوالي 50 سنة، كان محصور تحت الأنقاض وهو في حالة يعني جيدة، الحمد لله تم إنقاذه ونقله إلى مستشفى بوسعادة وفي حالة جيدة.